باش تكون ليجند لازم تخلي بصمة، باش تخلي بصمة لازم تولي مشهور، باش تولي مشهور لازم يكون عندك بزاف انترنت، باش يكون عندك بزاف انترنت لازم يكون عندك عرض اسطوري. العرض الاسطوري هو جيزي ليجند ب 2500 دينار، استفاد من 100 جيجا انترنت ومكالمات غير محدوده نحو جميع شبكات النقال والتابع بيدو. مع جيزي ليجند انت هو الاسطوره. كي تكوني صغيره كاع يحبوا يلعبوا معاك، بصح انتي حابه تلعبي غير بهاد الجوي. دوك تبدا المغامره، وقيلة رايحه بترفتك، فوالا لعبيها راقده، روحي حاجه ما تحبسك، راكي قريب تلحقي. ماشي وقتها زيا كاين كان بيبي، الحفاضات الوحيده بتكنولوجيه ليكلوك، توفر حواجز اماميه وخلفيه مانعه للتسرب لتضمن حمايه اضافيه ضد التسربات. هكذا راحتك مضمونه وعائلتك مهنيه. لكل طفل كان بيبي. اليونان صنعوا احسن ياغورت في العالم، اكثر من مجرد ياغورت، قوام كريمي وناعم ما كانش كما هو. اكتشفوا أويكوس الجديد، الوصفة اليونانية لدانون بنعومته الفريدة من نوعها، على طبقة من الفواكه اللذيذة للحظة متعة تستبنها وتشاركها. أويكوس، أفضل وصفة لدانون في العالم. اكتشفوا الآن أويكوس الجديد بقطع اللوز، نعومة وحدها وبنة ما كاش كما هي. احنا ليزالجيريا مصغرنا طموحين، بإرادتنا نبنو مستقبلنا، نطيحوا نوقفوا شان دايما وقفوا، هكذا كبرنا، فرحتنا عمرها ما تنقص مهما واش صرا. احنا ديما نخمو للقدام بلا ما ننساو منين بدينا واللي تربينا عليه من صغرنا. حتى ولينا شاطرين وديما نفتخروا بشطارتنا، نجربوا نعاودوا حتى نتعلم، وما نكونوش دي سالجيريان تاع الصح بلا لمتنا العزيزة. خلينا نعيشوا كل لحظة مع أحبابنا ونخليو ليطاش على أومو. أومو، عيشها كيما تحب. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية كان بيبي. لكل طفل كان بيبي. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية أويكوس، أفضل وصفة لدانون في العالم. باش نعيشوا كل لحظة مع أحبابنا ونخليو ليطاش على أومو. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية أومو. أومو، عيشها كيما تحب. مع جيزي ليجند استفيدوا من 100 جيجا انترنت واستمتعوا بسهراتكم الرمضانية.
بويا البارح صايتي راني دوسر تاعك فكرت هضروك لانيفرسير تاعي. شكرك على ما جيتش. ما جيتش على خاطر مرضك المسمومة كانت تما، وكي تكون تما هذيك انا ما نجيش. نمنع عليك ديفينيتيفمون باش تهضر على مرتي هاد الكلام هذا. ولا العبيد تاعك كانوا تما اوسي ها؟ اي با باغي وين يكونوا هم يكونوا على ذلك. ذوك العبيد اللي تهضر عليهم راني مسحقهم، هما اوموا يجوا، ولدي العزيز ما يجيش. تسحقهم هما يجوا باسكو هذاك هو الكلاب تاعك بويا. اوكي كوم دي شيان عيطلهم يجوا ليك على مصلحتهم. صاي فهمت. على بالي علاش ما جيتش. نسيت. انا ننساك بويا. تو كوا فريمون بلي انا ننساك؟ جامي. دايوغ طون كادو انيفرسير. ما عجبتكش ما تلبسهاش؟ هاني نلبس ديجا. غدوة إن شاء الله. أون فات بغيت نسقسيك. إيه. كيستون دي بويا كنديرو هنا نوتيل. في هاد الأرض ولا بريشم؟ أن مول. بون إيدي. أن مول. بون إيدي. تا ما عندكش ليسونس دي زافير. هاد الأرض هادي فيها الخير بزاف، ما زالني حي حتى واحد ما يخرب فيها. شو راك حاب دير فيها بطاطا ولا شنو؟ دير اللي نحب. حياتك كاع وتدير اللي تحب بويا. حياتك كاع. ندور بك الكلاب تاعك هذوما ودير اللي تحب. وسليم ولدك؟ نو. بويا انا نديرو هادي؟ لا ما نديروش. بويا نعملو هادي؟ لا ما نعملوش. كو دو نيجاتيف من عندك وعلاش؟ ها؟ Tu fais pas confiance ou là, même ça, me fais-tu? On est à la liberté. On va te faire le carré. Ça va être. Aïch! Tu as un peu كل شرح لك. بصح les affaires, خليهم à côté. Tu عارف علاش؟ Parce qu'on est خايف عليك. Jamais de la vie. ندير لك شركة على اسمك. Jamais. كي تكبر, في عقلك, تفهم. هادي كريم مانيش حابه نزيد نشوفها، ني عندك في الدار ني في لاتولي مام هكا حتى في الطريق ما نتلاقاش. صح انت فين؟ صح خويا خاطر نزيد شوي. عيسى
صوالح خاطينك اوكي وما تدناش الناس كبار عليك سمعتني ولا لا سمعتني ولا لا تراك ديري مع واحد مسخ كيما هذا ما فهمتش مابوش ما كان والو دابس مع واحد نورما ما كان والو كيف هذا ما كان والو ماشي واحد دابس مع جماعه رحتوا للسبيطار ما حبش يروح للسبيطار ناودي غير راني مجروح مالك مشيت على السبيطار يا ودي عشيتك كاش ما حاجه تخدم لك ولا هاي قسما بالله ما كان حاجه هاك والله خلي هاي نروحوا يا ودي ما حبش والله ما راني غادي سبيطار مشيت على السبيطار هادي صاي خلوني ندخل ريح فين خسري ليا ما كان والو انت ما راكش قاد تمشي وتقول ما كان والو ريح بالله لا راسك كان ما عمرك تحس والو في راسك ايوا صح روح لي خلي صاي خليني نقعد وحدي لا لا صح نحي البسته ديالك هاتو تبوك لدارك خذ مي باش ضربوك باش يا عمر هذا واحد المراخص هذا واحد كنت مدابز معاه في الحبس في الحبس لحقوك برا واه نروح نجيب له الدواء عندي اسمع لي خويا بالك ما حشم تهضر قدامها وكنعرفوهم حنا نعرفهم هادو تعرفهم ولا ما تعرفهمش واحد رخيص وصاي خويا هضر راه بن عمي كلشي في الوطاه كلشي يقول لي انا اخوك اقسم بالله ما كان حاجه خويا دبسه واحد رخيص كان عندي مشكله معاه صاي صفات شكون يقول يولو لا يولوش والله ما يولو تبغي اخوك تبغي حاجه تاع الخير وانا على دي مقلق عليك روح للدار لا 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 ما نروحش للدار قسما بالله ماني رايح انا عرفتي تقبل تعاود يولو ولا حاجه باغي فاطمه تجي تشوفني كيما هاك ملي تقتلها صح وين دروك لي ماشي تاعك غادي تقول لي بين عينيا باغي نخليك وحدك صافي غادي غير نغسل شويه هذا هذا المكان غادي نغسل مكان والو حمبو ام موسوسه غادي تشوفك تما بنت وانا ما بنتش غادي تصدم منا هنا روح خويا حمبو صافي ما بغيتش تقول لي شكون نعم صار روحي بلعي الباب وسي جامي ولا روحي ما تخلوش الباب محلول مش عشان نجيب لك روح نجيب لك حاجه ولا لا والو خويا نروح نمودين هنا في العونة تحموا فينا جماعة كانوا أربعة ولا خمسة قبطوه بدو بتير انتي تربوا فيه وهضروا معاه نعيطوا له باسم الفلان واه واه كانوا يقولوا له عيسى ومن بعدها واحد السيد هود من واحد لوطو كحلة بدي هضر معاه ما سمعتش كل شيء بس كان واحد كان قابضني بصح كان يقول له بلي تلعب مع الكبار وعندنا حساب معاك هذا كنت شوفيه تعرفيه هذا كان معهم هو هذا هو عقلته بصح شكون هذا شلون بيغيين قالوا تقريبا قتلوه صح على حبوك وما تعشي نايضه معيطت لي غادي تفيق وما تحس اقعدي معك اش حاجه عيطي لي حبوك كونك هاني تقلق خلني هنا معاه صح صح لا لا ريح ريح ولا غير راسك خشين علاش ما تروحش للسبيطار ديجا يداويوك ويديروا لك سيرتيفيكات تقدر تروح لابوليس ديبوزي بلانت مانيش باغي نشكي بصح علاه من حقك مانيش باغي ندخل لابوليس في الوسط والله ماني فاهمه راه عندها الحق سي فاطمة عندها الحق تقول لكم يجيو شي المشاكل ليك انت تروح اليوم مسكينة عايشة مهمومة غير من هاد المشاكل والله ما تحسن زيا خليني وحدي صاحبي والله حمد خصني الهضرة دروك صحيح صح شكون هادو عندي كنت معاك سمعتهم يعرفوك لا
لك واحد هادو جماعة سلم لي واحد كنت ندابز معاه في الحبس عرفتهم. ما تكذبش عليا، هادو ماشي جماعة تاع الحبس، هادو باينة من جماعة الدولار. واه جماعة الدولار، وانا راه عاجبني الحال. كيف هذا عاجبك الحال؟ يمرمدوك يضربوك غير كانوا رايحين يقتلوك، عاجبك الحال؟ راني ايماجيني في دولار دروك انا كون باغي يابل غادي يزيد شويه يزيد يتقلق يزيد يخلط ويزيد يبان يخرج راسها كي يفهم الحفره نتاعها تم الحكمه. بصح اما ميساج خليت له هدر فيك قول لي اما ميساج صح 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 عندي توصيات تاع عزيز دوكار الشركه تاعك على المسخين اللي كان داير بهم ترانسفير إليسيت اللي كنت نهضر عليهم هذه 5 سنين داك راهم في يدي وراه باغي يهبل غادي يدير لامبوسيبل باش يليك يبيريهم كي بغي يجي يديهم يلقاني نستنى فيه. بصح هاد الكوا غتوراهم راك مدسهم هنا يقدروا يحاولوا يقولوا لك نتسناونا هنا في الحومه راهم يعرفوا الدار يقدروا يجوا يدوهم. لا انا مهبول خلي حاجه كيما هذه فيها الدار شوفي الباب كيدير كتب يتهلي ما مش عندنا الدوسيه تاعها. ايوا من راك دسهم راك بتحوسي تفهمي انتيا. لا تسمى اللي كان جاو ضربوك في الحومه راهم قادرين يضربوك مره واحده اخرى ويلقاوهم. ما يلقاوهمش. لا خاصك تحطهم في بلاصه مأمنه واحد ما يفيق بيها. اي دسهم قلقيش شوفي دا تبغي نقدو نحطهم عند راجل ما ما يعرفوا انا ما يعرفونيش وما يعرفوش هو ندو الكواغط تخبيهم عنده كي بيت كنتي راجل مو سكارة. لا والله ماني نهضر. لا لا تخافي دوسيات راهم في بلاصه الجن ما يلقاهمش. بصح علاش ما تمنهمش لابوليس وتتنى من هاد الحكايه شحال غير نعاود لك مخاضره هادي حكاية مشيت على لابوليس ما تفهمنيش. لابوليس تجي تقدر تعاونك. شوفي خطرة جاية كي تكون صراحة حبسها كيما هكا نقول لك روحي للدار روحي للدار ما عرفت لين دابز ولا نشوف فيك. بصح وين غادي نروح؟ نروح نخليك؟ واه هربي. أنا ما نقدش نهرب أنك تكون ضرب نضرب ديجا كون ما جاوش هكا 4 ولا 5 كون جا غير 1 ولا 2 كون أنا نحامي عليك. تشوف كيف أنت كيف راك وأنا كيف راني. ديجا هذاك اللي جايفني كنت قادر نحكمو. هذه اللي قلت لي الدنيا عند عزيز طوغار من دا وناكل لعبة. صحيح صحيح دوك نقدر نغسل وجهي مكان ولا غير الدم راه في وجهي. راك تحس روحك مليح؟ صافا سمحي لي. راك مسامح ما صار لي والو انا. صحيح روحي ريحي. راني هنا غير حداك. صباح بخير. صباح بخير. ديجا شكون اللي عطاك لا بيرميسيون تبوجي من بلاستيك؟ ما قلتلك والو انا. ساي 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 حبس علينا الهضره هذه. مهدي دوك نعيط للشاف عمار نقول له يحبسك من هاد لا ميسيون. ديجا غلطت من قبل وفوتها لك بصح ما نقدرش نخليك تزيد تغلط وتفسد لي لوبيراسيون ديالي. الو عزيز. اه شهاب لاباس؟ لاباس. شوف احنا بعثت لك فيديو وشوفها مليح. فيديو بعتها لكم انا عاود لك. صحه صح. اتركوا مليح لك ها ما تلعب معايا.
عيسى يا البغل يا سليم شدك شدك بغيضي يعني ولا كيفاش حمار بغل شوف المشاكل لو يدير فيهم وليدك شو باغي ندير ها راسه خشين صحه صحه من بعد نعيط لك من بعد على ما ديبوزيتش بنات مش من يدخل لابوليس في الحكاية وش درت لها انت سليم طوغار باش يدير كيما شكون قالك بلي دابس مع سليم طوغار وريت تصور تاع الاحلام عقلاته علاش قاعد يقول لك ما تعاودش يقول ما نعاودش وصاي اش درت تاني ما درت والو هذا عزيز طوغار سليم طوغار والبوندا تاعو ماكش بغيت تقلعها من راسك قلت بعيد ما تدخلش روحك هذه حكايتي انا ماشي حكايتك انت حكايتي انا وحكايه امك وجدك وداركم كاع ما يدي لي درس واحد اخر لو كثير لا لا نقول لك اسمح لي راني غلط اسمح لي نقول لك خويا كمل الفازيز ضم فيهم ضربهم كاع تاع زعيم تاع رجله راجل غالب مغلوب هكاك باين نقول لك ولا نقول لك خارع عاودوا لي يردوك للحبس ب 10 سنين ولا 20 عام واحد اخرى امك تتمرمد داركم يتمرمدوا ولا يقيسوك كاو في المقبره ديالك تتهنى راك باين نقول لك كيما هاك اسمعني البارح هزت مولي للدار تيقول مزيان امك ما سمعتش وصل ديما وليت لحقوني ضربوني وقالوا لي قول خوك يجبد ولا لي غامو تاعك والكارير تاعك انساها فهمت بلي ماشي حكايتك وحدك فهمت بلي غادي تضرنا كاع بصح علاش ما قلتلناش هذه امبارح نقول لك شتي الحاله اللي كان فيها وانت كي كنتي شنو نقول لك عصاي خويا بزاف نقسم لك بالله لا بزاف حبس فات الوقت باش نحبس كيف فات الوقت باش نحبس غادي تضيعنا كاع معاك مالك بالله فمك لخرج عليا غادي نبلع غادي نبلع كاع ما نزيدش نهضر باسكو انايا كنت نبلع كنت قارع خويا يخرج باش نهضر ونضحك ونعيش غايه ونشوف امها تضحك ونشوف كاع الناس عايش غايه انا تمرمت وانت الداخل انا راسي كنت حطها في الله انا كنت مأمن فيك تاع الناس كانت تهضر عليك انا بغيت خويا يخرج ويبين لهم بلي خويا كيدير خويا خرج ما عقلتهاش انا مانيش نعقلك انا نبغيك انت تبغيني دروك ما نعرفكش والله ماني نعرفك خمم فيا انا شويه كيما انا نخمم فيك انا تاني بنادم انتك تعاود تنتقم ولا عمي شكع بعيد دير صح انا تاني عندي كارير تاعي انا تاني باغي ننجح انا تاني باغي نفرح امك باغي نفرحك ولا كنت تقول لي فرحني ما ولاش تهمك ولا تهمك غير تفرح روحك وما راكش مفرح روحك ويجيك يعطيك خبر بلي ماكش مفرح روحك بزاف صاي غلبوك قول انا هادو غلبوني عيش مع الحيط عيش معنا احنا نبغوك عيش احنا مين تكون غايه نفرحو غادي مين تكون الاخر ما دير والو شكون يفرح بيك انت شك بيت فرح انت شك كنت متوحش صاي توحشني انا توحش امك جدك اقعد معاهم انا من اليوم انا اناني عيسى نبغي نحترمه بصح انا تاني بين خمم في روحي دروك نتايا جبد علينا بين مش عارف عيش معاهم روح ندبز معاهم عاود لي الحبس دبر راسك مي حنا بين عيشوا آلاز انا بغي ننجح ماكش بغيت تفرح والديك انا بغي نفرحهم انا بغي نفرحهم ما نفضلك خطينا الله يرحم بوك الله يرحم بوك خويا خلاص ياسي ما ديرش عليه راهو يهضر برك خوك صغير عيسى ما تلوموش مروش يقصد وش هدر على باب اللي يحبك مسا كنت كانوا كامل مقهورين وانت في الحبس فهم انت اخوه الكبير اهلا سلامتك بغيت نقول لك برك ليلة البارح كانت غير اعظم عظمة صغيرة خفيفة قرصة بالنظر برك بغيت نفكرك باللي مكاش لي يلعب مع عزيز طوغار كيفاش وقتاش ترد لي امانتي اللي راها عندك نسيت بان سقسيك البنت اللي كانت معاك مادام تك ولا بودي غارد تاعك مليحه
بصح ماشي شابه كيما ريم. هذا عزيز توغار عيسى، واش هو يقصد؟ فهمني واش حاب يقول بهذا الميساج؟ واش هي هذه الامانه اللي يهضر عليها وقلب اللي راهي عندك؟ قل لي عيسى. تردي صوالحك دروك، تروحي تردي صوالحك تروحي، قد يجي تقعدي هنا. علاه؟ مانيش حابه نروح. أنا لا نخاف عليك لا والو، دروك تردي صوالحك وتروحي. ما نقدش نروح ونخليك. دروك روحي وجدي صوالحك وروحي. دروك دروك أنا خممت لازم نبدلوا هاد الاستراتيجي مع عيسى. يقولي نسيت طريق واحد اخرى، وكان ما يستقلش ما يرد ليش قولوا الدوسيات، كمل معاه ديركت ديركت. صح، لو كان يرد لي الدوسي نتاعي كملوا معاه ديركت تاني كيف كيف لي. هذا نورمال مو هذا عيسى؟ هذا ها قرره تحت التراب كلاه دود بلاصتا راهي في المقبره. انا جاب لي ربي مادام لي دوسي راه ما عنده فوبا نريسكيو. فين ندبر راسي هذيك خدمتي؟ انتوما كرهتوني ندبر راسي ندبر راسي ندبر راسي، غير اللي يهضر يقول لي دبر راسي. كاع اللي جاو هنايا قالوا لي ما تقلقش يا سي عزيز ما تقلقش، غادي نفروها انا ندبر راسي. حتى واحد ما دبر راسه. كاش نهار انا قلت لك حاجه وما درتهاش. مادام لي دوسي ما راهمش في يدنا ما نقدر ندير والو، سورتو مع الجوج ولا طيح هاكا تروح وحده طويله تقدر تروح من بربات جامي. هذيك ما تصاليش عزيز، انا تحب تخرج تخرجك اليوم بلا دراهمك. اسمع سي شهاب، انا وين نكون يكونوا دراهمي؟ تتعرف ولي شفت هذيك البنت الفيديو مع عيسى؟ شبيها عجبتك؟ نقولك الصح عجبتني. صعيبة نقولوها والله. شوف هي تخميمة سهلة كما نقدو نشرو هذا عيسى، نقدو نشرو هذه البنت تاعها. عيسى والحاج. بسم الله اطمن الحاج تما دوك مالك شي بشك عيسى؟ كان والو الحاج كان والو. ما كان والو، انت باغي تدير حرب وحدك؟ ما تخافش ربي، ما تشافكش امك ما تشافكش انا ما يشوفك حتى واحد. سامحني الحاج، تبغوا ترضاو عليا ما ترضاوش عليا، بصح انا ما نقدرش نرجع الروم دروك. عيسى عيسى ولدي، راك داخل في حياة بيتو. بيتو اش معناه بيتو؟ الحياة ما يصرى لهم والو، او راسك اللي يتكسر. خليه يتكسر الحاج، خليه يتكسر. شا ندير؟ نقعد نبلع على روحي هنايا وخايف والكلاب تاع طوكار يزدموا لي هنا؟ باقي يزدموا لكم غير الدار؟ انت اللي تنبش، انت اللي قاعد تحفر. كان ملي خرجت نسيت بديت حياتك من جديد، ما كانش يصرى اللي صرى. انسى يا عيسى انسى الهم اللي نساك. ما نقدرش ننسى الحاج ما نقدرش. شي ما قدرتش ماكش باغي. ايوا ما رانيش باغي الحاج، مانيش باغي ننسى. صاحبك عيسى هذا اللي مسميني عليه شكون يقول لي غارديان في الحبس؟ انتوما اللي غلطوني في حياتي،
كاع اللي صرالي بسبب التربيه اللي ربيتوها لي. ربيتوني للحق وقول الصح وخاف على البلاد. وين وصلت عيسى؟ ما يدوم غير الصح واللي يبني على اساس متين. ربيتك على الحق، ربيتك على المبادئ، على القيم، ربيتك بكرامه وبشرف. لو ترجع ليام نعود نربي كيما رباوني والديا، على الحق وعلى المبادئ وعلى القيم. انا مفكرك شو قال لك صاحبك. قال لك يا انا يا هما، حاجه يا انا يا هو. هذه حياتك وانت تخذ بها. تعال حاج نتخذ وحدي، هذه المخلوقه فاهمه، اعطيها درهمها وخليها تروح. مانيش باغيها تروح في الجره معاك. الله يفتح عليك الحاج، هدر معاها. خلاص وين كان الزميل تاعك؟ ديجا شكون كان؟ مهدي ولا عماد؟ مهدي حضرت، بصح انا اللي سمحت له يروح. تما كنا قريب نوصلوا للدار، قلت ما نحتاجوش. وانت كيفاش سمحتي لهم يديروا هكا؟ علاه ما عيطتيش للزملاء تاعك؟ بصح كيفاش تحبني ندير حضرات؟ كنا في نص الليل ماشيين، هما طاحوا علينا يضربوا فينا، ما نقدرش انا نخلف الدار من بال انا نضرب خير من عيسى. خليته زعما هو يحامي عليا، كنا انا نحامي عليه، يعرف بالك بلي انا شرطيه. لا لا كنتي ماكيش حابه تباني تاع باكار قدام عيسى. وانا نقول لك من هذا المكان، فيه كاين مرات الضروره تبيح المحظوره. انت راكي ريسكيتي بروحك. اسمح لي حضرات، ياك المهم خرجت سلامات ما صرالي والو. وني الحاجه اللي مقلقتني درك عائله زياني، ماذا بيا يكونوا في الامان. شوفي حتى في الحرب، الحرب اللي هي اقذر شيء، تموت شر ودم، هذه وفيها اخلاق وفيها احترام وفيها مواثيق وقوانين يسيروها. الا هذا عيسى زياني، هذا ما عنده والو من الاخلاق. هذا شراني شراني لواحد الدرجه ما تتصوريهاش. غول غول هذاك، راه فاهم باللي واحد ما يقدر يحبس وواحد ما يوقف له في الطريق. معليش احنا التفاصون رايحين نوفروا لهم الحمايه لعائله زياني، واحد ما يقدر يقرب منهم وواحد ما يوصلهم. بصح المره الجايه زيديش تريسكي هكذا، تحسي بشويه ريسك عيطي للزملاء تاعك. شكرا حضرات، بصح ياك بلا ما يفيق بلا ما يسمعوا بحتى حاجه. هذه باينه، احنا هذا هو واجبنا، فهمتي؟ خدمتنا وتعبنا وشقانا، وهذا الحرب اللي رانا فيها كامل على جال ما، على جال باش يعيش المواطن في امان. هذه بلا مزيه احنا نديروها، اتفقنا في هذه؟ نعم حضرات. من الصباح انت تهضري، يا درا الملفات ما بان عليهم والو؟ مازال ما بان والو، بصح راني وراهم، ما نطلقوش حتى نجيب معلومات راهم خاصينا ونلحق الملفات ان شاء الله. نقدر نروح حضرات؟ شكرا. عيسى والله العظيم اللي كنت حاس بها بلي غادي كي نجي نلقاك هنا. قلبي خبر عيسى، مالك؟ شحال قوليها بلي البارح في الليل نمتيني قلبك تزير عليك وحسيتي بلي كاين حاجه وجيتي ديريكت تموت تشوفيني. قلبك خبرك نيشان، قوليها عيسى. والله الا جيت نشوفك اقسم بالله غير حسيت بيه. شحال داروا فيك عيسى؟ ما توشينيش حمدوك. هذا عزيز وي طون نيكس ماري عزيز طوغار. ربي يجيبها له ان شاء الله. يقطعوا لي يدين. ما تعيش عليه، ما تعيش عليه ان شاء الله. يقطعوا له اليدين. ما تعيش عليه، ما تعيش عليه. وبالحقيقه هو ما دار لي والو، بعث لي الكلاب تاعه برك كيما راه باعت وحده منهم دروك.
متالية شو جايبك عندي؟ عيسى راك حسبني عاد نهضر معاه؟ راه جاي الدولة تحوس عليه، ما لقى ما يدير عيط لي أنا. مانيش فاهم علاش ما على راك دايرة في راسك؟ شنو بينك وبينها؟ راك باغي نلقوك مرمي مقتول برا؟ شنو بغيت؟ حمبو كريم ماني باغي نشوفك، ماني باغي نسمعك، أنا والله مانيش قادر ميم با توشيك. عيسى ما عييتش، ما تحياش أنت، ما كرهتش. ما عييتش ما كرهتش، خلاص عيسى، خلاص ما قدرتلاش هاد الراجل، ما قدرتلاش، ما كفاكش كاع اللي درتها فينا، ما كفاكش الحبس، ما كفاكش حياتنا اللي دمرتها. صح صح أنا وياك بحر علينا، جدك، أمك، خوتك، ما خممتش فيهم، ما خممتش في والو، عيش حياتك كيما الناس كاع راهي عايشة. شارك باغي؟ شارك باغي تموت؟ حمدك من فضلك نهضر معك بالعقل، ما تزيديش تجي عني، حسك حسك مانيش قادر نسمعها. اسمعني مليح عيسى، هاد الخطرة بالموت بالحياة ما غاديش نقليك، عجبك ولا ما عجبكش. تبلي ربي لا ريلاسيون تاعنا حتبقى دي كوليرك. كتدري من كتدري بقلبك زعما زوينة ولا مفهمتش؟ زعما شا غادي يتبدل وكان قولك من قلبي ولا من عقلي؟ هذا هو الصح، انت على بالك وانا على بالي. صح كي تطول العلاقة يكتر فيها المشاكل، يكتر فيها سبايب. سهيلة صح في الزواج تاعنا ما صاي كبرت، الموضوع هذا تاع القديم ساته غادي نقعدو غير فيه. جاب لي ربي الحاله اللي تفرحها هي الزوج تاعي، هذا هو الصح. تزعق عليا ولا على روحك؟ كتبوش على بعضنا حرسان نقولو معليش، انا راني قابله ما عنديش مشكل، تنجم تقنعها؟ صح غير قنع امك، انا دارنا راه مقابلين، راهم عارفينك ويبغوك، انت على بالك. صح نقولوا بلي زعما بلي هاي امها ما قبلتش، اش غادي نديروا انا وياك؟ نقعدوا هكا؟ اسكالا جاب لي ربي ميم دي كوليغ وما تصلحش. سهيله تتعرفيني مليح، انا كاين جوج صوالح ما نلعبش فيهم، لا غولاسيون تاعنا وقلبي وعقلي. شكي حاسبه بلي لو نهار نبغي وحده كاين انت وما هذا مكان، شكي باغي بيتي نهبل ولا كيف دروك؟ انا شك باغيني ندير شي ندير؟ لقيت سوليسيون ما قلتها لكش؟ صح ما عليش انا راني قابله وقلتوها ودارنا وما جدي كي نقولهم. دبري راسك كي ندير هذا يدبر راسي حبالك سهله نقولها انا نبغيتها وما ما بغاتنيش بانت لك نورمال؟ جاب لي ربي هذه هي الحل. خالتي انا جايتك تعاونيني، ما تعاونينيش انا، عاوني عيسى. يا طفله انت ما تفهميش، راكي حافره الطريق عليا، رايحه جايه رايحه جايه، قلت لك الف مره اخطينا. ها اخطينا خالتي، انا وعيسى ما نفوتوش بعضنا البعض. قولي والله. واني جايه نحكي في اللي فات بسبابي ولا بسباب عيسى، انا جايه نحكي في اللي جاي بيني وبينه. بينك وبين ولدي ما كاين والو، لا اللي فات لا الحاضر لا اللي جاي في الاخره، هقلعيه من راسك، خير لك وخليني الوجه ربي. خالتي عيسى راه في الغرقه وغير انا اللي نقدر نخلصه. ولدي راجل قادر على شقاه ويحل مشاكله. عيسى عنده حاجه هي مقلقه توكار، انا باغيه نصلح الغلطه تاعي، أني باغية نصلح غلطتي، ومامي إلا ما كتبش المكتوب، أني باغية نقعد مهنية عليه، عاوني نولي أنا وعيسى كيما كنا قبل، أنا لا سو اللي نعرفه، أنا لا سو اللي نعرف كيفاش يخمم، أنا غادي نعاونك، أي حاجة غادي تضره، نجي لك أنت الأولى نقول لك ونعاونو حتى ربي يهديه، ويقلع هذاك طقار من راسه. يا بنت الناس دي ما تفهميش ولا، هقلعيه من راسك. خالتي شفتي عيسى اليوم؟ شو صرا؟ مساء الخير الحاج. مساء الخير رزق. زارتنا بركة مو بلاش تجي، غلقت الحانوت؟ الحانوت وش راح نقول لبنتي؟ أحلام بنتي لا.
حياة مكاتيب والخدمة ثاني مكتوب مكتوب الله وانتي مكتوبك خلاص معنا. علاش الحاج كش ما درت؟ شوف اسمح لي لكن لكن تحب شوف كل نهار نجي انا نقفل ونحل الحانوت. لا 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 احلام بنتي لا. شوفي يا عيسى وانتي عندها الحق احنا ما عادش قادرين نحميوك وحياتك ما هيش مضمونة في وسطنا. ما عندك لا ما تخاف الحاج اللي صارت المرة اللي فاتت ما راحش تتعاود وانا هي نضمن لك على روحي ما عندك لا ما تخاف عليا. لا احلام بنتي ما تتصوريش معزتك عند في العائلة كل راكي واحدة منا وراكي بنت فاميلي الله يبارك وخدامة واعطاها ربي رزقه معاك لكن الله غالب يا بنتي كل شيء مكاتيب وهذه راهي في مصلحتك. معليش الحاج خليني برك نقعد ما بيناتكم راكم وليتوا عائلة ليا نقدرش نروح ونخليكم. أحلام يا بنتي راني عارف هذا رزقك. معليش الحاج والله شوف لا لا والله ما نقدر نقبلها. لا لا الحاج والله شدها. أحلام هذا حقك هذا رزقك وعرقك روحي يا بنتي ربي يفتحها في وشك وربي يفرج عليك وربي يحفظك ما تنسيش كي تكوني رايحة خليني نفتح عند عيسى ربي معاك بنتي. باش تكون لجند لازم تخلي بصمة باش تخلي بصمة لازم تولي مشهور باش تولي مشهور لازم يكون عندك بزاف انترنت باش يكون عندك بزاف انترنت لازم يكون عندك عرض أسطوري العرض الأسطوري هو جيزي لجند ب 2500 دينار استفاد من 100 جيجا انترنت ومكالمات غير محدودة نحو جميع شبكات النقال والتابع في ذو مع جيزي لجند انت هو الأسطورة كي تكوني صغيرة قاع يحبوا يلعبوا معاك بصح انتي حابة تلعبي غير بهاد لجوي دوك
تبدأ المغامرة. وقيلة رايحة بترفتك. فوالا لعبيها راقدة. روحي حاجة ما تحبسك، راكي قريب تلحقي. ماشي وقتها. مزيا كاين كان بيبي، الحفاضات الوحيدة بتكنولوجية ليكلوك، توفر حواجز أمامية وخلفية مانعة للتسرب لتضمن حماية إضافية ضد التسربات. هكذا راحتك مضمونة وعائلتك مهنية. لكل طفل كان بيبي. اليونان صنعوا أحسن ياغورت في العالم، أكثر من مجرد ياغورت، قوام كريمي وناعم ما كانش كما هو. اكتشفوا أويكوس الجديد، الوصفة اليونانية لدانون بنعومته الفريدة من نوعها، على طبقة من الفواكه اللذيذة للحظة متعة تستبنها وتشاركها. أويكوس، أفضل وصفة لدانون في العالم. اكتشفوا الآن أويكوس الجديد بقطع اللوز، نعومة وحدها وبنة ما كاش كما هي. احنا ليزالجيريا مصغرنا طموحين، بإرادتنا نبنو مستقبلنا. نطيحوا نوقفوا شان دايما وقفوا، هكذا كبرنا. فرحتنا عمرها ما تنقص مهما واش صرا. احنا ديما نخمو للقدام بلا ما ننساو منين بدينا واللي تربينا عليه من صغرنا. حتى ولينا شاطرين وديما نفتخروا بشطارتنا. نجربوا نعاودوا حتى نتعلم، وما نكونوش دي سالجيريان تاع الصح بلا لمتنا العزيزة. خلينا نعيشوا كل لحظة مع أحبابنا ونخليو ليطاش على أومو. أومو، عيشها كيما تحب. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية كان بيبي. لكل طفل كان بيبي. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية أويكوس، أفضل وصفة لدانون في العالم. باش نعيشوا كل لحظة مع أحبابنا ونخليو ليطاش على أومو. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية أومو. أومو، عيشها كيما تحب. مع جيزي ليجند استفيدوا من 100 جيجا انترنت واستمتعوا بسهراتكم الرمضانيه.